Tremendously. If you would like to ask a question, please raise your hands and wait until we give you the floor. Coach and captain, I'd like to welcome you and your opening remarks before tomorrow's game, please. Prepare to the big stage again of the Champions League. Big game against Sevilla, a team that has eliminated Taraji. Taraji is a strong team overall. And that shows the kind of opponent that we're going to play against. كان نتيجة كوت أفريقيا ولعب ماتش كبير ودفع كبير زي ستيف وفيرست ستيف وفيرست ستيف فريق كبير طلع فرقة كبيرة زي الترجي في الدور السابع فبيبين قد إيه مدى قوة الخصم اللي هيلعب قدامه. And they didn't eliminate Taraji only in Algiers, they eliminated Taraji in Tunis. It's not only this, they have to respect. بس خرجونا خرجونا لقطوهم في تونس فخرجوا تراجع في تونس فده من ناحية لمو The team is fearless, play strong, attacks anytime, anyhow, home and away. ده بتعرف شو بتلعب بقوة بتهاجم على أرضها وبره أرضها. We're a very good coach, you can see the way they are well coached team. شايفين طبعا الفريق مدرب بشكل جيد وعندهم واضح عندهم مدرب كويس جدا. And their goalkeeper is super. In relation to the games that we've been watching. So that, بناء على الماتشات اللي اتفرجنا عليها اليوم. So we have a big game in our hands. And it's at home. والله أفضل. Thank you, Coach Pete Sonsman. Team Captain Mohamed Sharma, please. هو هي عوامل نفسية. السؤال عشان ما سمعش الاستاذ بيقول ليه الاهلي الفتره الاخيره في الماتشات الصعبه بيجيد وفي الماتشات السهله ما بيجيدش وما بيأديش اداء منتظم هل لاسباب نفسيه هو بيرد بيقول انا مش عارف انا بحاول ادور على الوصول. Thank you, question, please. احيانا لما المدير الفني بيحضر للمباراه بيذاكر الخصم اللي قدامه بتبقى مفاتيح اللعبه اكيد يعني متشابهه كحاله وجود نفس المدير الفني. تغيير المدير الفني بالنسبه لفتره اكيد غير كتير وهيكون مختلف سواء بالنسبه لتحضير المباراه من جهه المدير الفني هنا او كمان بالنسبه للاعبين اللي بيدخلوا المباراه مع مدير فني جديد في قصه ايه؟ انت شايفه ازاي بالنسبه؟ We do our homework. And we follow our principles. With my technical team. And we have been consistently in the Champions League for the last 6, 7, 8 years. بشكل مستمر في بطولة افريقيا اخر 7 8 سنوات. And I have the two analysts and the physical trainer that I've been working with them for the last 8 years. واخر 8 سنوات عنده 2 محللين اداء بتوعه ومحلل والمعد البدني بيشتغل معاهم كفريق بقاله 8 سنين مع بعض. Yes, we have done. Sometimes we haven't done well. احيانا ما عجبناش وما اديناش بشكل جيد. And sometimes we have done well. وحيانا اجدنا واشتغلنا وقدمنا بشكل كويس. But we have a principle that we follow. بس عندنا مبدا في الشغل بنتبعه. We respect the opponents. اول حاجه بنحترم الخصم. We look
games they've played. شوف العالم ماتشات لعبة. We look at the important players. واللعيبة المهمة في الفصل. And we look at also the individual characteristic of the players. وسمات الفردية اللاعبين والأداء الفردي اللاعبين. But of course the coaches come and go. بس طبعا المدرب بيجي وبيروح. But most of the players are there. If you can look at the players of Sétif, that when I was at Mamelodi Sundowns to play Sétif, we eliminated them. But we were all in the same group in Sétif and in South Africa. But we only played them in Sétif, and we won 2-0 in Sétif, and they could not continue because the supporters went inside the pitch. About three or four players of that team are still in the same team. بيقولك اللاعبين بيستمروا يقول حتى لعب كام سنة مع سان داونز لعب مع ستيف وكسب معاهم في دوري المجموعات المجموعة بتاعتهم وكسبوه في توس 2-0 والماتش ما كملش عشان اللاعبين نزلوا الملعب اللاعبين نزلت الملعب في بيقول في حوالي تلات لاعبين من الجيل ده لسه موجودين لغاية دلوقتي. So we follow the team not only with the coach. فاحنا بنتابع الفريق مش بس المدرب. So we have done our homework. عملنا حشو علينا عملنا الواجب بتاعنا ودي الشغل بتاعنا قبل الماتش اعداد الماتش احنا فيري جود تيم اندر ذيس كوتش وبرضه هو فريق كويس جدا فيري ويل كوتش وزي ما قلنا بيتكلم فريق مدرب بشكل عام انا سبرايز انا مش متفاجئ ان هو مش متفاجئ ان هو وصل للمرحله دي بس ليه انا بدي كي بي نوعات بس ماتش كبير فيه اتفضل عندي سؤالين